السلام عليكم خوتي اخواتي في فيديو جديد من سلسلة راكليطيات والطغيان المستمر في اليوتيوب. احتلال خوتي راهو صاري من الاخر. اليوم يا خوتي جبت لكم اكثر انسان مكروه على وجه الكرة الارضية. الانسان هذا يمه ما تحبوش، اليوتيوبر يكرهوه، جوابنا يكرهوه، الموت قاع ما يحملوش، اللي هو لوغان بول. دوك كامل يا خوتي راكم تتسائلوا شنو هي العفسة اللي دارها البنادم هذا وخلت الناس كامل تكرهو. مشي عفسة بزاف عفايس. المهم نبدأ لكم من البداية تاعو. حبيبنا لوغان بول كان انسان عادي، كان يقرأ في لافاك حاجة ما تخلصو انتيك. يلحق عام 2013 اللي هو العام اللي قرر فيه خونا لوغان بول يدخل العالم الفاين. والفاين هذا كانت واحد الابليكاسيون شغل دير فيديو قصير بالتواني على جهاز مشغول النظاره فاهم وتسيد ضحك الناس. والمشكل تاع خونا لوغان بول كان فري باسل، كان صامت على العشيه تاع العيد، كان زعما يدير مقالب للناس والسيد وجهه بيطون ما يحشمش. مع الاول الناس جوزت له قالك السيد روجي صغير شباب دوك يكبر ويستعقل، مي هو كمل فيها. المهم بعد الشهرة اللي حققها راح الجو راديو تاعهم، ما على باليش واسموه هذاك المفيد يشبه الجو راديو تاعنا. وفي هذاك الوقت يا خاوتي التطبيق تاع فاين كان يموت، كانوا يروحوا له المتابعين، وين كانوا يروحوا المتابعين؟ لليوتيوب. وهنا حبيبنا واش يقرر خاوتي؟ يقرر يروح يفتح شان في اليوتيوب. واليوتيوب والفاين ماشي كيف كيف كاع، شغل الراي والراب لا علاقة. الفاين هذا شغل فيديو قصير المدة بالتواني، اما اليوتيوب حاجه صعيبه باش دير فيديو طويل والناس ما تكرهش منه، حاجه فري صعيبه. وشنو هي اسهل طريقه دير بها فيديو في اليوتيوب؟ الفلوغ، كاميرا وراك تدور برا. حبيبنا لوغان بول طغى عليهم لي فلوغ خاوتي، غير لي فلوغ لي فلوغ لي فلوغ حتى ولا معروف، وعاود طم نفس القاعده الجماهيريه اللي كانت عنده في ليفاين. هنا عاود سي يبدل شويه ولا يدير لي سكاتش، وكان يجيب واحد العباد غير العشيه تاع العيد غير اللي يشبهولو غير اللي جايين صامطين وما يتحملوش. اي فيديو مور فيديو القاعده هذيك بدات تكبر بزاف، وكبر معها الناس اللي تكرهو منهم صناع المحتوى. To YouTube movie that stars Logan Paul and douchebags like Logan Paul. دوكا تسقسيني تقول يا راكليطه علاه يكرهوه لهالدرجه مالغري هو غامل ورايح للعشيه تاع العيد؟ بصح شغل ماشي سبب يخلي الناس كامل تكرهو. شوف السؤال هذا اسطوري حبيبي، ما باش كون سقساه بصح سؤال اسطوري. الخاوه هذه اللي تكره لوغان بول يكرهوا خاطش واحد النهار دار لهم فيديو قال لهم انايا انسان عندي عمل الوان. اوكي I'm about to put on these glasses that are gonna cure my color blindness for the first time in my life. هنا الناس كامل تعاطفت معاه مالغري قلعوا شويه تحقيقات. وحده منهم قال لك اذا عندك عمل الوان كيف عرفت باللي السيرفات اللي راك لابسها غوز؟ ومر ما تحلبوا له الناس كاع باللي السيد كذاب. سمعنا موراها قال لهم يا ودي ما كاش منها كنت نقصر برك، ويطيحوا عليه بالانتقادات والتعلاش والتطياح. دوكا تزيدوا تسقسوني راكليطه كيفاه الناس كاع تكرهو والشهره تاعو قاعده غير تزيد؟ بكل بساطه كما يقول المثل الاجنبي There is no bad publicity. Every publicity is a good publicity. يا درا لونجلي خاوتي، يا درا نكذبوش خاوتي، تقساحة وصاري له. أنت كي تشوف إنسان الناس كامل تكرهو، تولي تحب تعرف عليه الناس هذي كاع راهي تكره في هاد السيد، واش دار؟ تسمى تولي تتبعو، ومع الوقت تولي تتبعو شو يدير وتقعد تكره فيه، داك تكرهو بصح مازالك تتبع فيه. علاه؟ خاطش يدير صوالح بيزار. المهم بعد ما طغاو عليه بالتعلاش والانتقادات، دار روحو شغل ماهوش سامع بيهم كاع. خاطش هو ودير في بالو بلي هادوك اعداء النجاح. Obsessed with the idea of being a villain. When the whole world hates you, I made the conscious decision I'm gonna be the guy they think I am. 61 مليون انسان يكرهوا هادوك كاع اعداء النجاح، وهادوك كاع غيروا منه. معليش نورمال، كل ما صرا والو. واش راح زاد دار؟ راح دار فيديو قال لهم اليوم ورايح غادي تتبدل العقليه. Obsessed with the idea of دوك ندير لكم دبلجه للناس اللي ما تفهمش. اقسم لكم بالله العلي العظيم وراني نحلف ونعاود العقليه غادي تتبدل العقليه. في ميسكم زعما كيفاه راه رايح يتبدل؟ واش راه راح يدير باش يتبدل؟ اكو تشوفوا لي فلوغ اللي كان يديرهم في الامريكان ولا يديرهم حول العالم؟ هذا ما كان. وراح لبزاف بلايص كيما الطليان فرنسا. I am at the top of the Eiffel Tower and you cannot even tell. بزاف بلايص، وكل بلاصه يروح ليها اليوتيوبرز تاع هذيك البلاد يزيدوا يكلاشيوه، يقولوا له ما من تارك مكروه في هذه البلاد. سما السيد ولا مكروه بارتو،
كامل الخريطة تاع الكرة الأرضية مكروه فيها. ونزيد لكم أهم بلاصة خلت العشية العادي واللي أكثر إنسان مكروه في الدنيا اللي هي الجابون. ونظن كامل الناس تعرفوا الحكاية على لوغان بول كي راح للغابة تاع الجابون. لا لا ما تعرفوهاش، راني هنا خوتي، راني هنا نخطيكم تضيعوا. كاين واحد الغابة في الجابون، الغابة هذه شغل اللي غلباتو الدنيا ومقدرلهاش يجي يتعلق في الشجر. أنا ماهي سويسيدي. المهم الغابة هذيك كانت معروفة باللي فيها الجثث تاع الناس، الناس هادو كاع غلبتهم الدنيا تسمى يجي سويسيدي تما. بصح العشية تاع العيد حمار راح مع أمه تاع صحابو، جابوا معاهم كاميرامان وتقلع الجياحة. مور ما كملوا الجياحة تاعهم هذيك حكموا هذاك الفيديو طلقوه في اليوتيوب. الفيديو تالمو كان طوندونس بزاف، جاب لهم 6 ملايين فيو في نهار واحد. وغدو من داك فصل الفيديو، انا ما فصل الفيديو، انا اقول لك الناس كامل طغات عليه، لي شان تاع اليوتيوب، لي شان تاع تلفزيون، لي باج تويتر، خاص غير اوباما يخرج يعرش له. The worst things I've ever seen uploaded to YouTube before. Just one story that is so insane and so bad. Logan Paul knew what he was going to see. He also knew what he was going to capture on film and upload to his YouTube channel. A YouTuber that has respect for people like this would turn off the camera, go home. So it seems the main antagonist this season will be this douche noodle wearing the alien hat. His name's Logan Paul. He has thinning blonde hair. مر ما عرشوا له كاع وطغوا عليه بالانتقادات والتطيح، وش راح دار؟ راح تلقى لهم فيديو يبكي ويحلل. قال لهم يا ودي ما كانش على بالي وش راني ندير. I should have never posted the video. I should have put the cameras down and stopped recording what we were going through. There's a lot of things I should have done differently, but I didn't. والحمد لله الناس كامل امنوه. زوج ملايين ونص ديسلايك خاوتي. كي شاف الحاله بيزار والناس قاعد دارت عليه واحد ما راهم امنوا، راح دار هذاك الميم تاع ماذا سنفعل الان؟ نختفي. تخبى لهم مليح، تخبى مليح واحد البيريودا. وعلى جالو في هذاك الوقت اللي كان مخبي فيه هو اليوتيوب، دار قانون جديد اللي هو العلامه الصفراء. العلامه الصفراء هذه قال نكرهوها خاوتي. شغل بكري كانت حريه التعبير، كانت تدخل في اليوتيوب تتضارب بالمواس نورمال، ما كانش اللي يحكي معاك. علاش حريه التعبير دوكا على جل عشيه العيد يا خاوتي؟ ولا اليوتيوب ولا طري، ولا ما يخليكش تحكي عليه من تحب. سورتو الفئه تاع الالوان هذوك ما توشيهمش، الفئه تاع النسويات ما توشيهمش، بكل اختصار ما توشي حتى واحد، لازم تكون كوكب زمروده. وبعد عمليه الاختباء اللي دارها خونا لوغان بول، كي ولا شغل حاجه ما صرات، كلي ما دار والو ولا نورمال. Delete Logan Paul's YouTube channel. Check it out. 533,029 have signed. Well, I'm gonna make sure this gets to 533,030 right now because I'm signing it. Because Logan Paul. راح زعما تبرع بدراهم المنشآت يعاونوك باش ما تغلبكش الدنيا. مدلهم مليون دولار. So I'm pledging to donate $1 million to various suicide prevention organizations, with the first $250,000 going immediately to the National Suicide Prevention Lifeline so they can increase their capacity to help those in need. هكاك وما نجحتلوش، بزاف ناس مازالها تعاير فيه وتنتقد فيه. اما راح خمم في طريقه باش الناس تنسى واش دار بكري ويخلوا يقعدوا يهضروا عليه واش راه راح يدير دوكا ويولوا يحبوه. وهنا يجي انسان يخرجوا من الغرقاء، الانسان هذا اللي هو كي اس اي. الانسان هذا هو ايضا يوتيوبر معروف، ربح كومبا في البوكس. اما تحمس وقال لهم جيبوا لي لوغان بول. بول لوغان بول اني اوف ذا بولز اي دونت كير برينج ات. ولوغان بول شافها باللي فرصه باش يعاود يولي للطوندونس كيما بكري. وديجا اصلا الناس ماذا بيها تشوف العشيه تاع العيد يدي في المخبط، خاطش كي تجي تشوف الكومبا هذه السيد ملهيك كحلوش مغندف والعشيه تاع العيد روجي بلون بلون تاع سقله، تما اوفيسي راك راح تقول راح يدي المخبط. مي هنا كانت المفاجاه يا خالتي، الماتش خلاص بالتعادل. مالغري هذه شغل تطرح بزاف تساؤلات، كيفاه ماتش هذا خلاص بالتعادل؟ السيد ملهيك كحلوش مغندف والعشيه تاع العيد روجي بلون بلون تاع سقله. مي معليش، مر المصارعة هذه حبيبنا تبدل ولا يدير لي بودكاست ولا يبان انسان كبير، انسان رزين، زعما يحكي في مواضيع عميقة ويدير لهم نصائح وهاد الصوالح. وهنا لحقت ثورة الكريبتو والان اف تي اللي صراحة انا ما نفهمش فيها وما نقدرش نفهمكم خاطش انا على بالكم حمار. المهم بكل اختصار وانا واش فهمت في هذيك الحكاية، في البودكاست تاعو هضر بلي راهو رايح يطلق مشروع تاع عملة رقمية. العملة هذه تقدر تشري بها لي سكين من الجو اللي راح يزيد يخدمه هو تاني. هنا الناس شافت باللي العملة هذه فرصة باش يشريوها مادامها راهي رخيصة، باش كي تغلى يعاودوا يبيعوها. وهذا الشيء هو اصلا كان مخطط له لوغان بول وصحابه، كان على بالهم باللي حيصرى هذا الشيء. تسمى خلاو الناس قاع تشري العملة هذيك وراحوا باعوا هما واش كان عندهم، خاطش باينة باللي عندهم النصيب الاكبر منها. وكي انسان عنده بزاف من العملة في السوق تاع الكريبتو يبيعها، باين باللي السعر تاع العملة راح يولي في الارض، راح
ما عرفت نفهمكم المفيد هكا. المهم عملية احتيال وخلاص. مر العملية هذه تحلبوا له الناس قاع باللي لوغان بول هذا يا ودي نصاب انسان محتال، وهكا عاود ولا لنقطة الصفر واللي هي انسان مكروه. لوغان بول هذا يا خالتي تحسوا يدور في دوائرة، انسان ناجح يدير حاجة بيزار يولي انسان مكروه، يعاود يبدل المحتوى يولي انسان ناجح وهي رايحة. وهكا يا خالتي جبت لكم اكثر انسان مكروه في اليوتيوب. انا واحد من الناس يا خالتي نتلاقى به محشيت له، تقبني بالعالم الصفراء هذه قاع وشو يصرى لي دوك على جالو، ماني سامح له. المهم خالتي رانا لحقنا الله فات الفيديو طغيان خالتي، انا راني طاغي انتم ثاني طغاو. نتلاقى في فيديو جديد. هنا يا خالتي تشوف الحرب العالميه الثالثه لايف قدامك، راني نقول لك تقول الميسيون الاخره تاع جي تي ساندرياس، الرصاص لي شار حرقوا الكرارس حرقوا المطارات زدموا للحبس خرجوا الناس اللي كانوا في الحبس طردوا لي كوميساريا. انا نقول لك المكسيك ولا تتشبه الليفين تاع الزومبي.